بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي جريد فور، أهلا وسهلا بيكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس probability. probability يعني الاحتمال. وطبعا زي ما احنا عارفين ان probability مش جديد علينا يا شطار، طبعا احنا درسناه في جريد 3 السنة اللي فاتت. وبرضو زي ما احنا عارفين ان probability هو اخر lesson عندنا السنة دي في second term for the fourth grade primary second term. تعالوا بقى يا شباب نفتكر مع بعض what are the types of events، ما هي انواع الاحداث. كلمة events يعني احداث، يعني حاجات بتحدث بتحصل. قال لي there are three types of events، هناك ثلاثة أنواع من الأحداث. certain أو sure event يعني الحدث المؤكد اللي هو لازم يحصل أكيد، وفي possible event اللي هو الحدث الممكن، ممكن إنه يحصل وممكن ما يحصلش، وفي impossible event اللي هو الحدث المستحيل اللي هو لا يمكن يحصل، يستحيل إنه يحصل. تعالوا نشوف ال certain أو ال sure event زي إيه يا مستر؟ زي مثلا sun rises from the east، الشمس تشرق من جهة الشرق. طبعا دائما وأبدا يا شطار الشمس دايما كل يوم لازم بتشرق من جهة الشرق. زي ايه تاني يا مستر؟ زي مثلا school bus starts at the morning، ها دايما الباص بتاع المدرسة لازم يجي الصبح. زي ايه تاني يا مستر؟ marsh comes 31 days، شهر مارس لازم يجي 31 days، عمره ما جه أكتر من 31 أو أقل من 31. زي إيه تاني يا مستر؟ مسلم بيبول فاست إن رمضان، المسلمين يصوموا شهر رمضان. دايما وأبدا المسلمين لازم يصوموا شهر رمضان، ما جاش مرة كده شهر رمضان والمسلمين قالوا لأ إحنا مش هنصوم السنة دي. طيب تاني نوع عندي اللي هو possible event اللي هو الحدث الممكن، ممكن انه يحصل وممكن انه ما يحصلش. زي ايه؟ it will rain tomorrow، الدنيا هتمطر بكرة، ها ممكن تمطر وممكن ما تمطرش. زي ايه تاني؟ عادل will succeed this year، عادل هينجح السنة دي، ممكن ينجح وممكن تحصل له ظروف وما ينجحش. زي ايه تاني يا مستر؟ We will go to Alexandria this summer، هنروح اسكندرية الصيف ده، ممكن نروح Alexandria وممكن ما نروحش، أو ممكن نروح حتة تانية خالص. تالت نوع عندي من الـ events اللي هو الـ impossible event أو الحدث المستحيل. زي إيه يا شطار؟ We can find a dinosaur in the zoo، ممكن ألاقي ديناصور في حديقة الحيوان. الكلام ده طبعا مستحيل علشان الديناصورات انقرضت من آلاف السنين. ايه تاني يا مستر؟ The elephant can fly، الفيل ممكن يطير. طبعا يستحيل، يستحيل ان الفيل يقدر يطير. زي ايه تاني يا مستر؟ It will rain gold، السماء هتمطر ذهب. طبعا ما ينفعش، عمر السماء ما تمطر ذهب. زي ايه تاني يا مستر؟ زي مثلا We can find a triangle has four sides، ممكن ألاقي triangle له أربع أضلاع. طبعا يستحيل، ال triangle has three sides only، ملوش غير three sides. زي إيه تاني يا مستر؟ We can find a pupil in the fourth grade primary his age more than 100 years old، ممكن ألاقي تلميذ في الصف الرابع الابتدائي عمره أكتر من 100 سنة. طبعا يستحيل، ده أكبر من جده طبعا. يبقى هنقولهم تاني certain أو sure event، possible event، impossible event. طب تعالوا بقى يا شطار نشوف سؤال بيقول لي إيه. complete by write certain possible impossible، أكمل بكتابة certain مؤكد أو possible ممكن أو impossible مستحيل. تعالوا نشوف، يلا يلا بينا. نمبر 1 بيقول لي it's not to rain gold، من الايه؟ ان السماء تمطر ذهب. هل certain من المؤكد ولا possible من الممكن ولا
impossible من المستحيل. طبعا لسه قايلينها it's impossible، صح ولا لأ؟ تمام، من المستحيل إن السماء تمطر ذهب. تمام. Number two، it's not that the sun will rise in the morning. من الإيه؟ إن الشمس تشرق في الصباح. طبعا الشمس دائما وأبدا بتشرق في الصباح، يبقى ده certain مؤكد ولا possible ممكن ولا impossible مستحيل؟ برافو، سامع ولد شاطر بيقول لي certain، أكيد لازم الشمس تشرق في الصباح. Number three، it's not that I'll get a high grade in mathematics. من الإيه؟ إن أنا أحصل على درجة عالية في الماث. ها؟ من السيرتين، من المؤكد ولا بوسيبل ولا امبوسيبل؟ طبعا بوسيبل، من الممكن، من الممكن ان انا اجيب درجة عالية في الماث. نمبر 4، it's not to find a man 3 meters high. من الايه؟ ان انا الاقي راجل طوله 3 meters، 3 متر. ها، طبعا اجدادنا زمان هم اللي كانت اطوالهم طويلة جدا، لكن دلوقتي ها ما ينفعش الاقي حد طوله 3 متر، يبقى اتس ايه؟ سيرتن ولا بوسيبل ولا امبوسيبل؟ امبوسيبل، مستحيل طبعا. نشوف كمان سؤال بيقول لي ايه؟ In the opposite figure there are 9 black balls in a container. عندي وعاء اهو فيه 9 black balls، كلهم black، خدوا بالكم. All the balls are black. Complete by right، certain أكيد ولا possible ممكن ولا impossible مستحيل. Number one، it's not to draw a black ball. وطبعا هنا يا شطار draw مش بمعنى يرسم، draw هنا بمعنى يسحب أو choose. choose يعني يختار. أنا لو جبت ولد دلوقتي وقلت له دلوقتي هتمد إيدك في البليت في الطبق ده وهتسحب كورة وهنغميله عينيه وهو بيمد إيده في الطبق، هل هيبقى متأكد انه يسحب كورة بلاك ولا من الممكن انه يسحب كورة بلاك ولا impossible من المستحيل انه هو يسحب كورة بلاك؟ طبعا انا عارف ان الكور كلها بلاك، يبقى it's certain to draw a black ball، من المؤكد ان انا لازم اسحب كورة بلاك سودة. طب number two، it's not to draw a white ball. من الايه؟ ان انا اختار او اسحب كورة بيضة. ها، هل الكونتينر اللي عندي ده فيه وايت بولز؟ طبعا لا، يبقى الكلام ده مستحيل، امبوسيبل. تمام، ناخد كمان سؤال، ناخد كمان سؤال، يلا بينا. بيقول لي in the opposite figure there are 9 white balls، المرة دي بقى كلهم وايت، 9 white balls in a container complete. Number 1، it's certain to draw a knot ball. من المؤكد ان انا اسحب كورة ايه بقى؟ ها؟ كل الكور اللي في البليت او في الدش اللي عندي ده في الطبق كلهم وايت، يبقى من المؤكد ان انا اسحب كورة ايه؟ وايت. برافو. نمبر 2، it's impossible ها to draw a knot ball. من المستحيل ان انا اسحب كورة ايه؟ اي كولر تاني غير الوايت الاجابة تبقى صح. ممكن اقول بلاك، ممكن اقول ريد، ممكن اقول يالو، ممكن اقول جرين، ممكن اقول بلو، بيربل، اي لون، يبقى من المستحيل ان انا اسحب كرة بلاك. تمام. Another question، in the opposite figure there are 9 balls، خليكوا فاكرين ان هما 9 balls in a container complete by right certain possible impossible. عاوزني برضو اكمل بكلمة certain يعني مؤكد أو possible ممكن أو impossible مستحيل. Number one، it's not to draw a black ball. هنجيب ولد ونغميله عينه ونقول له مد إيدك في الطبق وإيه؟ واسحب كورة. ها؟ من الإيه؟ إنه يسحب كورة بلاك سودة. هل الطبق فيه بلاك؟ يبقى الكلام ده certain أكيد ولا possible ولا impossible؟ طبعًا أنا عارف إن هما كلهم مش بلاك، في بلاك وفي وايت، صح ولا لأ؟ تمام، يبقى الكلام ده إيه بقى؟ possible، من الممكن ان انا اسحب كورة سودة. كنا امتى بقى هنختار كلمة certain؟ لو كل الكور كلهم بلاك. طب number two، it's not to draw a white ball. من الايه؟ ان انا اسحب كورة بيضة.
برضو زي البلاك بالظبط. ها برضو possible، من الممكن ان انا اسحب كورة بيضة. تمام. number 3 it's not to draw a green ball، من الايه ان انا اسحب كورة جرين خضرة. هل الطبق اللي قدامي ده فيه جرين بولز؟ لا، يبقى it's impossible، مستحيل طبعا. number 4 it's not to draw a ball، من الايه ان انا اسحب كورة. طب ده كل اللي في الطبق كلهم كور، يبقى ايه؟ ها it's certain، اكيد ان انا لازم ايه اسحب كورة. تمام. تعالوا بقى يا شطار نشوف درس calculating probability، حساب probability، وتعالوا نفتكر شوية حاجات خدناها برضو السنة اللي فاتت. تعالوا نفتكر. اول حاجة عندي بيقول لي the probability of the certain أو الـ sure event equal 1. The probability of the certain أو sure event equal 1. احتمال حدوث الحدث المؤكد equal 1 whole أو whole 1. طب إيه تاني؟ The probability of the impossible event equal 0. The probability of the impossible event equal 0. احتمال حدوث الحدث المستحيل بزيرو، وغنيناها السنة اللي فاتت وقلنا A certain one will impossible zero. ها repeat after me. A certain one will impossible zero. ها A certain one will impossible zero. Again A certain event one will impossible event zero. A certain one will impossible zero. ها A certain one will impossible zero. طب ال possible بقى يا حلوين. The probability of the possible event is more than zero and less than one. احتمال حدوث الحدث الممكن أكبر من الزيرو وأصغر من الوان. إيه ده؟ هو في حاجة between zero and one؟ آه الفراكشن. يعني ال probability ال possible event لازم تطلع fraction. half 2 over 3 3 over 9 5 over 11، المهم ان هو يطلع fraction. طب في حاجة تانية مهمة لازم نعرفها. the sum of probabilities of all possible events equal whole 1. مجموع probabilities بتاعت possible events كلها لازم تطلع ب 1. for example، على سبيل المثال if we flipped a coin once، لو انا هلعب هيد وتيل، ملك وكتابه، طبعا انا عارف ان probability of getting a head، احتمال ان يطلع لي ملك، ها 1 over 2، لاني ما عنديش غير هيد واحد بس وهم احتمالين هيد وتيل. طب كذلك برضو يا مستر probability of getting a tail equal 1 over 2 اللي هي هاف، يبقى الهيد بهاف والتيل بهاف، دي possible ودي possible. لو جينا عملنا هاف بلس هاف لازم هيطلع برضو ايكوال ايه؟ ايكوال هول 1. يبقى the sum of probabilities of all possible events equal whole 1. طب نشوف الأسئلة، يلا بينا. بيقول لي if a container holds 5 black balls and 4 ها white balls. طبعا المستر قال لي بساركل النمبر واحط underline تحت الكالر، يبقى 5 black and 4 white. تمام. في colors تانية؟ لا مفيش. طيب ال 5 black and 4 white يبقى السم بتاعهم كام يا مستر؟ 5 plus 4 equal 9. اه لازم اجيب السم بتاعهم 5 black balls and 4 white balls، السم بتاعهم 9 balls. طب يلا بينا. one ball is drawn blindly. blindly يعني ايه blindly؟ يعني على المتغمي، يعني هجيب ولد واغمي له عينيه واقول له مد ايدك في الطبق اسحب لنا كوره. تعالوا نشوف بقى ايه الاسئله. نمبر 1 بيقول لي the probability of the drawn ball being black، احتمال ان الكوره المختاره تبقى black، سودة. ها طبعا انا عارف ان البلاك هاو ميني بولز 5، والتوتال بتاعهم كام يا شطار؟ كلهم 9، يبقى البروبابيليتي للبلاك بولز ها 5 over 9. تمام. نمبر 2 بيقول لي the probability of the drawn ball
being white، احتمال ان الكورة المختارة تبقى white. انا عارف ان ال white balls 4 والتوتال كام يا حلوين؟ 9. يبقى ال probability of the drawn ball being white 4 over 9. لو عملنا لهم هما الاثنين بلس هيطلعوا 9 over 9 اللي هي equal whole 1 زي ما قلنا من شوية. Number 3، the probability of the drawn ball being red، احتمال ان الكورة المختارة تبقى ريد حمراء. هل عندي ريد بولز؟ نو، يعني ده امبوسيبل ايفنت، حدث مستحيل، يعني ايكوال زيرو. برافو. طب تعالوا نشوف كمان سؤال بيقول لي if you throw a dice او die once. الدايس اللي هو الزهر بتاع الايه، الطاولة او السلم والتعبان اللي بنلعب بيه بنك الحظ. ها، if you throw a dice او die، ممكن نقول عليه dice وممكن نقول عليه die. Once، what is the probability of seeing؟ لما ارمي زهرة الطاولة بقى احتمال. Number one، the number one on the upper face، احتمال يطلع لي number one على الأبر فيس اللي هو الوجه العلوي اللي فوق. أنا عندي كام number one على الضيس يا شطار؟ مفيش غير هو number one واحد بس، صح؟ من كام؟ طبعا أنا عارف إن التوتال numbers on the dice ها 6، صح ولا لأ؟ الدايس عليه نمبر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، ها يعني التوتال بتاعهم 6. طب بيقول لي بقى احتمال ان النمبر اللي يطلع لي ها على الابر فيس هو نمبر 1. عندي كام نمبر 1 على الدايس؟ هو ما فيش غيره نمبر 1 واحد. من كام كلهم يا حلوين؟ من 6. يبقى البروبابيلتي اوف نمبر 1 ايكوال 1 اوفر 6. تمام. نمبر 2، ذا نمبر 8 اون ذا ابر فيس، احتمال يطلع لي نمبر 8. طب هل الدايس عليه نمبر 8؟ طبعا لا، انا عارف انه اكبر نمبر على الدايس ايه 6. طب يبقى الكلام ده ايه؟ امبوسيبل، مستحيل، واحنا لسه من شويه قايلين ان الامبوسيبل ايفنت البروبابيليتي بتاعته بزيرو. تمام. نمبر 3، ان اود نمبر اون ذا ابر فيس، مين الاود نمبرز اللي على الدايس؟ أنا عارف إن الأود نمبرز اللي هما الـ 1 والـ 3 والـ 5، صح؟ How many numbers؟ 3 numbers. من كام كلهم يا حلوين؟ من 6، يعني 3 over 6 اللي هي في simplest form half، نصهم أود فعلا. تمام. Number 4، an even number on the upper face، احتمال يطلع لي even number على الوجه العلوي. ها، مين هما الايفن نمبرز اللي على الدايس يا شطار؟ ها، انا عارف ال2 وال4 وال6. هاو ميني نمبرز؟ 3 نمبرز. من كام كلهم يا شطار؟ من 6 نمبرز. يبقى برضو 3 اوفر 6 اللي هي برضو ايه، ايكوال هاف. تمام. نمبر 5، ا نمبر جريتر ذان 6 اون ذا ابر فيس، احتمال يطلع لي نمبر اكبر من 6 على الابر فيس. طب هل في نمبر اكبر من 6 على الدايس يا شطار؟ طبعا لا، يبقى الكلام ده امبوسيبل، مستحيل، والامبوسيبل ايفنت ها البروبابيليتي بتاعته بايه؟ برافو، سامع بنوته شاطره بتقول لي بزيرو يا مستر. تمام. طيب نكمل الاسئله، نكمل الاسئله. بيقول لي if we flip a coin، لو احنا هنرمي بقى، كلمة فليب يعني يلف او يرف، عارفين لعبة الرفة اللي هي بالايه، بالكوين. الكوين ده اللي هو الايه، ملك وكتابة، يعني هيد وتيل. الهيد اللي هو الملك والتيل اللي هي الكتابة. We get either heads or tails complete. طبعا انا عارف ان هما كام احتمال على الكوين، هيد وتيل، هما احتمالين اتنين بس، تو، صح؟ طب نمبر 1، the probability of getting head، احتمال يطلع لي head. انا عندي كام head على الكوين؟ مفيش غير head واحد بس. من كام احتمال يا مستر؟ من 2. يبقى probability للhead ايه؟ 1 over 2 اللي هو half، نصهم. تمام. برضو the probability of getting tail، احتمال يطلع لي tail كتابة. انا عندي how many tails on the coin؟ هي 1 tail. من كام احتمال كلهم يا شطار؟ من 2. يبقى 1 over 2. تمام. يبقى البروبابيليتي للهيد بهاف والبروبابيليتي للتيل برضو هاف.
لو عملنا لهم بلس هما الاتنين هيطلع لي هول 1 زي ما قلنا في الايه، في النوتس اللي كانت من شوية. طيب another question، يلا بينا. in a class of 40 pupils، هو مديني التوتال بتاعهم الحمد لله، التوتال بتاعهم 40. 23 are boys، هساركل النمبر ونحط underline تحت البويز، and 17 girls. تمام، لو عملنا لهم بلس هيطلعوا 40. تمام. one day one of the pupils was absent، what is the probability of the absent pupil being a boy؟ احتمال ان التلميذ اللي غايب ده يبقى بوي، ولد. number of boys، how many boys؟ 23. والتوتال كله كام؟ 40. يبقى البروبابيليتي للبوي 23 over 40. تمام. what is the probability of the absent pupil being a girl؟ احتمال ان التلميذ اللي غايب ده يكون بنت. طبعا انا عارف ان الجيرلز النمبر بتاعهم 17 والتوتال اوف بيوبلز 40. تمام، يبقى البروبابيليتي للابسنت بيوبل بينج ا جيرل 17 اوفر 40. برضو لو عملت لهم هما الاثنين بلس هيطلعوا 40 اوفر 40 اللي هي ايكوال هول 1. كمان سؤال، يلا بينا. while throwing a fair die and observing the number the upper face complete the following، هنرمي برضو زهرة الطاولة ونلاحظ اللي هيحصل. number A، the probability of appearance of a number greater than 2، احتمال يظهر لي number على الدايس أكبر من 2. مين النمبرز اللي أكبر من 2 يا حلوين؟ ال 3 وال 4 وال 5 وال 6. طبعا أنا عارف إن الإيه السم of numbers أو total numbers on the dice is 6. طب مين النمبرز اللي أكبر من ال 2؟ ال 3 وال 4 وال 5 وال 6. how many numbers؟ دول كام نمبر يا حلوين؟ 4. من كام يا شطار؟ من 6، يبقى 4 over 6. طبعا ال 4 even وال 6 even، ها هنضيفد على 2 هتطلع في simplest form 2/3. تمام. question number B، بيقول لي the probability of appearance of a number less than 3، احتمال يطلع لي نمبر أقل من 3. مين يا شطار النمبرز اللي أقل من 3 اللي على الدايس؟ مفيش غير ال 1 وال 2. تمام. how many numbers؟ 2 numbers. من كام يا شطار؟ من 6، يبقى 2 over 6. ال 2 even وال 6 even هنضيف فوق وتحت على 2 هتطلع equal 1 over 3 في simplest form. number C، the probability of appearance of an even number، لسه حلين سؤال زيه. مين ال even numbers يا شطار اللي على الدايس؟ ال 2 وال 4 وال 6. how many numbers؟ 3 numbers. من كام كلهم يا شطار؟ من 6، يبقى 3 over 6 اللي هي قلنا equal half. تمام. the probability of appearance of the number 4، في عندي كام نمبر 4 على الدايس يا حلوين؟ مفيش يا مستر غير هو نمبر 4 واحد بس، يعني احتمال انه يطلع لي نمبر 4 1 over 6. تمام. number E بيقول لي the probability of appearance of the number 7، هل عندي نمبر 7 على الدايس؟ طبعا لا، يبقى البروبابيليتي بتاعته ده ايه؟ زيرو، لانه impossible. تمام. question number F، the probability of appearance of a number less than or equal to 6، اقل من او يساوي ال 6، احتمال انه يطلع نمبر اصغر من او equal ال 6. طيب مين النمبرز اللي اصغر من او تساوي ال 6؟ ها كلهم طبعا، اللي هم مين؟ ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 وال 6. خدنا ال 6 معانا عشان في كلمه equal to 6. how many numbers؟ 6، اللي هم 6 over 6 اللي هو equal whole 1 اللي هو certain event، حدث مؤكد. انا متاكد مليون في الميه وانا برمي زهره الطاوله اني هيطلع لي number less than or equal 6، اقل من او equal ال 6. question number G،
the probability of appearance of a prime number. مين ال prime numbers اللي على الدايس؟ طبعا احنا خدنا ال prime numbers في ال first term، عرفنا مين هم ال 2 وال 3 وال 5. تمام، how many numbers يا حلوين؟ 3 numbers. من كام كلهم يا شطار؟ من 6، يبقى 3 over 6 اللي هي في simplest form equal half. تمام. Question number H بيقول لي the probability of appearance of a prime even number. Prime احنا لسه قايلين البرايم مين هما؟ ال 2 وال 3 وال 5، بس هو قايل لي كمان ها برايم وفي نفس الوقت even. طب تعالوا ندور في البرايم نمبرز دول كده على الايفن نمبر، مفيش غير مين؟ مفيش غير ال 2. اه تمام. How many numbers؟ هو نمبر واحد بس. من كام كلهم يا شطار؟ من 6، يبقى 1 over 6. Question number I بيقول لي the probability of appearance of a number divisible by 5. احتمال يطلع لي number divisible by 5. ها؟ مفيش غير مين بس؟ مفيش غير ال 5 بس. How many numbers؟ One number. من كام كلهم يا شطار؟ من 6، يبقى 1 over 6. The probability of appearance of the number 5 or the number 6. احتمال يطلع لي number 5 او number 6. عندي كم number 5 على الدايس؟ مفيش غير number 1. وعندي كم number 6 على الدايس؟ برضو مفيش غير 6 واحدة. يبقى how many numbers؟ ها ها ال 5 وال 6 بس. دول how many numbers؟ 2 numbers. من كام كلهم يا شطار؟ من 6، يعني 2 over 6. طيب ها ال 2 وال 6، ال 2 even وال 6 even، هنضيفيدهم على 2 هتطلع في simplest form 1 over 3. تعالوا يا شطار نشوف نوعية تاني من الأسئلة. بيقول لي a bag contains 25 balls. هو مديني التوتال بتاعهم الحمد لله. 4 balls are yellow. طبعا ادي التوتال بتاعهم كلهم اهو 25 balls. 4 balls are yellow. 7 balls are red. And the remainder is black. وبقية الكور كلهم ايه؟ بلاك يعني سودة. If a ball is drawn randomly. هنختار كورة randomly يعني عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ blindly. يعني ايه برضو؟ يعني يا مستر هنجيب واحد نغمي عينيه ونقول له مد ايدك في الايه؟ في الباج، في الشنطة دي أو في الكيس ده، اختار لنا كورة عشوائي. Find the probability that the drawn ball is. ومديني 5 questions. بس طبعا الأول يا مستر قبل ما أحل الأسئلة دي لازم أعرف الـ number of black balls. هو قايل لي إن ها التوتال بتاع البولز كلهم 25. منهم 4 balls are yellow و 7 balls are red. يبقى أنا عشان أجيب الـ number of black بولز هعمل ال 25 minus 4 plus 7. ها هجيب السم بتاع الايه؟ اليلو والريد. طبعا السم بتاعهم 4 plus 7 equal 11. طب 25 minus 11. 5 minus 1 equal 4. 2 minus 1 equal 1. هيطلع البلاك بولز لوحدهم 14 بولز. بقى عندي اليلو 4 والريد 7 والبلاك 14. يلا بينا نحل الأسئلة. يلا. The probability of the ball being black. ها؟ البروبابيليتي للبلاك ها؟ equal ها؟ البلاك كام؟ 14. والتوتال بتاع البولز كلهم كام؟ 25. ها؟ هتطلع 14 over 25. شطار. Question number B بيقول لي yellow or black. الأور هنا معناها بلس. يعني احتمال ان الكورة اللي هنختارها تبقى يلو او بلاك. اليلو كام يا شطار؟ 4. والبلاك كام يا حلوين؟ 14. يبقى الصم بتاعهم كام؟ 14 و 4 18. يبقى نمبر بي ها البروبابيليتي لليلو اور بلاك ايكوال 18 اوفر 25. تمام. كويستشن نمبر سي نوت يلو. احتمال ان الكورة ما تطلعش يلو. يبقى انا هستبعد اليلو واخد كل الكالرز التانية، البلاك والايه والريد.
الريد 7 والبلاك 14، الصم بتاعهم او التوتال بتاعهم 14 بلس 7 21، يبقى البروبابيليتي للنوت وايت النوت يلو سوري ايكوال ايه؟ ها 21 اوفر 25. كويستشن نمبر دي، ها ذا بروبابيليتي اوف جرين، احتمال ان الكوره تطلع جرين، هل الباج عندي فيها جرين بولز؟ طبعا لا، يعني الكلام ده امبوسيبل، مستحيل انها تطلع جرين بول. البروبابيليتي للجرين ايكوال زيرو. تمام. كويستشن نمبر اي بيقول لي نيذر بلاك نور يلو، ولا هي كوره بلاك ولا هي كوره يلو، يعني هنستبعد البلاك ونستبعد اليلو، هناخد مين بس يا مستر؟ هناخد الريد اللي هم مين؟ 7. يبقى question number E probability of neither black nor yellow equal ها 7 over 25 اللي هم الريد بولز بس. فكرة أخرى من الأسئلة اللي هي the spinner game. إيه الspinner game ده؟ الspinner game ده اللي هي اللعبة الدوارة، عاملة زي لعبة الحظ بتاعت الروليت. طب تعالوا نشوف، بيقول لي the figure opposite shows a disc، عامل بالظبط ايه؟ زي الديسك بالظبط، زي الاسطوانه كده. divided into equal sectors، مقسمه ل equal sectors numbered from 1 to 10، يعني عندي 10 sectors، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعالوا بقى نشوف البروبابيليتي. بيقول لي number 1 probability of the pointer، pointer اللي هو المؤشر، pointing at the sector of the number 2. عندي كام number 2 على السبينر يا مستر؟ لما نلف السبينر ده المؤشر قال لي احتمال انه يقف على number 2. عندي كام number 2 على السبينر هنا؟ مفيش غير number 2 واحد بس. ها يبقى 1 من كام كلهم يا حلوين؟ 1 over 10. تمام. number 2 بيقول لي probability of the pointer pointing at the sector of the number 8، احتمال ان المؤشر يقف على نمبر 8. ها عندي كام نمبر 8 على السبينر؟ مفيش غير نمبر 8 واحد بس برضو يا مستر، 1 over 10. تمام. نمبر 3 بيقول لي probability of the pointer pointing at the sector of a number more than 8، احتمال ان المؤشر يقف على نمبر اكبر من 8. طبعا مين النمبر اللي اكبر من ال 8؟ ال 9 وال 10 اللي هما how many numbers؟ 2 numbers. من كام يا حلوين؟ من 10، يعني 2 over 10. تمام. ال 2 even وال 10 even هنضيف فوق على 2 وتحت على 2، هتطلع في الاخر 1 over 5. تمام. number 4 بيقول لي probability of the pointer pointing at the sector of a number less than 8، احتمال ان المؤشر يقف على نمبر اقل من ال 8. مين النمبرز اللي اصغر من ال 8؟ ال 7 وال 6 وال 5 وال 4 وال 3 وال 2 وال 1، يعني من اول 1 لحد 7. 1 2 3 4 5 6 7، هاو ماني نمبرز يا شطار؟ 7 نمبرز. من كام يا حلوين؟ من 10، تطلع ايكوال ها 7 اوفر 10. تمام. ناخد كمان سؤال، كمان سؤال. شيرين had a box of pins، شيرين عندها علبة دبابيس، in which there were 100 pins، العلبة دي فيها 100 pins، all pins fell on the floor، الدبابيس كلها وقعت على الأرض، some stood on their bases like this، شوية دبابيس وقعت على القعدة بتاعتها بالمنظر ده، and others fell tilted like that، وشوية دبابيس وقعت على جنبها بالمنظر ده. If the number of tilted pins were 35 pins، التلتد pins اللي هي الدبابيس اللي وقعت على جنبها 35، calculate the probability that a pin falls on its base، قول لي بقى احتمال ان الايه؟ ان الدبوس اللي وقع على البيز بتاعته او القاعدة بتاعته زي ده كده. طبعا انا عارف ان التوتال نمبر اوف بينز 100، واللي وقعوا على جنبهم اللي هم التلتد 35. طيب
اللي هم وقعوا بقى ها on their basis هعمل 100 minus 35 اللي هي تطلع بكام؟ 65. تمام، يبقى probability that a pin falls on its base احتمال ان الدبوس وقع على القاعدة بتاعته زي ده كده هتطلع 65 over 100. طبعا ده اوله 5 يعني divisible by 5 وده اوله 0 يعني divisible by 5 هنضيفت فوق على 5 وتحت على 5 هتطلع 13 over 20. تمام، اخر سؤال معانا النهاردة بقى يا شطار، بيقول لي if you throw a die or dice once what is the probability of seeing the number 1 on the upper face احتمال يطلع لي number 1 على ال upper face. ها مفيش عندي غير number 1 واحد بس هو اللي ايه اللي على الدايس، هيطلع كام؟ 1 over 6. number 2 the number 8 on the upper face احتمال يطلع لي number 8، هل عندي number 8 على الدايس يا شطار؟ مفيش، يعني ده impossible event والimpossible قلنا equal what probability of the impossible event equal zero. تمام، number three an odd number on the upper face طبعا انا عارف ان ال odd numbers مين هما، قلنا ال one وال three وال five. how many numbers يا حلوين؟ three numbers، من كام كلهم يا شطار؟ من six، يبقى three over six اللي هي في simplest form equal half. question number 4 بيقول لي an even number on the upper face مين هم ال even numbers؟ ال 2 وال 4 وال 6 3 numbers only، من كام كلهم يا شطار؟ من 6 numbers، يعني 3 over 6 اللي هي برضو في simplest form equal half. question number 5 بيقول لي a number greater than 6 on the upper face احتمال يطلع لي number اكبر من 6، هل في نمبر أكبر من 6؟ طبعا impossible والimpossible بزيرو. وفي نهاية درس النهاردة يا شطار بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا جدا، وبتمنى كمان ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا طول الترم التاني، وان شاء الله بإذن الله تعالى اشوفكم بخير في grade 5 with my best wishes and goodbye.